معانا المهندس سامح فايز المشاغب دائما اللي بيشعل معركه النطرات على حساب سلفات النشادر. اهلا يا باشمهندس. اهلا بيك يا محمود، ازي حضرتك؟ ما صوتك ماله يعني دلوقتي؟ صوتك واطي ليه؟ علي صوتك. اهلا بيك يا محمود، ازي حضرتك؟ الله يخليك. الدكتور عبد العزيز ابو الخشب معايا، واستاذك واستاذي واستاذنا كلنا، بيقول لك طبعا انه انا مع سلفات النشادر الا قليلا ممكن اتدخل بجرعات سماديه بسيطه من النترات، فانت ايه رايك؟ طبعا هو استاذنا كلنا وكل الاساتذه يعني. الله يحفظك. بس انا كان ليا حاجه بسيطه بس كده، هو الارض الرمليه الكهربائيه فيها متعادله، وطبعا يعني اكيد الدكتور عارف الكلام ده، الناس كلها عارفه الكلام ده. نعم. كهربائيه التربه الرمليه متعادله. نعم. فهي اصلا انا يعني هي بتمسك العناصر يعني ضعيفه في مسك العناصر شويه. كويس. سواء بقى كانت سلفات نشادر او كانت نترات نشادر او كانت يوريا، ايا كان نوع الازوت المضاف للتربه، هي بتبقى ضعيفه في انها تمسك العنصر ده. نعم. فهيبقى بالنسبه لي سواء سلفات النشادر او نترات النشادر او اليوريا سيان، الا في حالات معينه اللي هي فترات التزهير. فترات التزهير انا بحتاج ازوت عضوي، ما بحتاجش ازوت معدني. نعم. النترات فيها شقين، العضوي والمعدني، اما السلفات فيها شق عضوي فقط هي واليوريا. نعم. فدوان طبعا انا في اثناء التزهير ما بيعملليش تاثير، لان النبات اثناء فتره التزهير لو انا اديته ازوت معدني هيحتاج طاقه عاليه جدا عشان يحول الازوت المعدني ده لازوت عضوي يبدا يستفاد بيه. فانا ممكن اضيف سلفات النشادر في اثناء فتره التزهير او اليوريا. نعم. اما نترات النشادر انا ممكن اضيفها في خلال الموسم كله ما عدا طبعا فترات التزهير. يا باشمهندس سامح، تحت امرك. ما حدش هيختلف معاك في القاعده العلميه اللي حضرتك بتقول ان جزيء الرمل ده جزيء متعادل، لا فيه شحنه سلبه ولا موجبه. تمام. لكن انا ممكن اضحك عليه بزياده الماده العضويه، عندها هيكون عند الهيومك شحنته سلبه هيخلي بالموجب، والفالفك شحنته موجبه او العكس هيخلي بالسالب. يعني انا ممكن اعمل الماده العضويه تعمل الكلام ده، لكن القصه وما فيها عندنا في القلويه الدكتور عبد العزيز بيقول لك، او كل اللي مع سلفات النشادر بيقول لك ان النترات هيرفع قلويه التربه، وارتفعت قلويه التربه معناها انك انت بتساعد على يعني ترسيب او عدم امتصاص تثبيت العناصر. طبعا كلام سليم جدا، بس انا ممكن اعمل ايه عشان اتفادى موضوع قلويه التربه؟ انا بقى اثناء برنامج التسميد دايما بحط حامض نيتريك مع التسميد او قبل التسميد، بحيث ان انا خفض لي بيقش التربه. اذا هنا هيبقى كوست عليا ان انا كل تسميده لازم احط حامض نيتريك علشان استفيد. بس التاثير يا استاذ محمود هتلاقي التاثير بالنسبه لنترات النشادر على المجموع الخضري اسرع او يمكن يكون اقوى شويه من تاثير سلفات النشادر على النمو الخضري. عموما انا مش هبخسك حقك، انا تدخلت عندي في تجربه بجرعتين نترات نشادر فعلا في الايام دي، وانقلب الحال تماما من الحاله الصفراويه. تمام. الشاحبه الى حاله الاخضرار والازدهار الى للبراعم. تمام. انا بس ممكن ما استعينش بنترات النشادر اثناء فتره التزهير، لان الازوت المعدني اولا بيتحول لازوت عضوي في الورقه. بيحتاج طاقة عالية جدا من النبات، وانا في الحالة دي محتاج طاقة، ولذلك بضيف مركبات الطاقة اللي هي الفوسفايت والفوسفور واللازمين. انا بحتاج طاقة للتزهير. نعم. مش عايز للنمو الخضري، انا عايز النبات يتجه للتزهير. نعم. فعايز الطاقة اللي داخلة كلها تبقى متجهة للتزهير، فبستعين في الفترة دي باليوريا وسلفات النشادر. انا بشكرك جزيلا يا باشمهندس سامح. تحت امرك وتحت امرك. شكرك يا فندم، شكرا جزيلا.